الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية يا أخوان. يوم جديد، موضوع جديد، مغامرات جديدة بإذن الله. في بداية المقطع يا أخوان بدنا نكسب الصلاة على الحبيب سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام قبل أي إشي، ويا ريت مش رفع عتب يا أخوان تحط لنا لايك، حط لنا لايك مش هتخسر إشي. في بداية المقطع حط لنا لايك، خلينا ننبسط إحنا ونحس إنه إيش مقطعنا عجبك. طبعا يا أخوان اليوم راح نفرجيكم جواز الزق، طبعا اي جواز الزق. طبعا اليوم في هواء شوي قوي. طبعا يا اخوان اليوم راح نفرجيكم جوز جديد على السطح. طبعا جوز ما شاء الله، جوز مرتب وان شاء الله نشوف انتاجه. طبعا يا اخوان هذا الجوز هو مسويد سود، جبنا جوز مسويد سود. طبعا هو مش انا اللي جبتهم، هو اجونا هديه من متابع للقناه، يعني الف شكر له ونوجه له احلى تحيه. سيد ياسر من اسبانيا بعت لنا المبلغ سعر المسويد واحنا جبناهم، وكانت هديه جميله ولطيفه يعني بمناسبه حلول شهر رمضان المبارك. يعني احنا بنقول له كل عام وهو بالف خير وما قصر معنا. طبعا هو من داعمين القناه الاوائل والحمد لله. الجوز جبناهم ووصلوا عنا على السطح وان شاء الله نشوف خيرهم. طبعا يا اخوان هسه راح نشوف اليوم في عندنا جواز اشتغلت، وفي جواز على وجه شغل، وفي الجوز الجديد راح نفرجيكم اياه. ويا اخوان في لسه احنا جواز ان شاء الله لقدام راح نجمعها بزياده. طبعا الفكره يا اخوان ان الجواز ما صار لها فتره طويله مجمعه، بس ولله الحمد يعني في بوادر خير، ولله الحمد يعني في بوادر خير لجواز انها تشتغل. زي ما انتم شايفين انا بطلع الحمامه، الحمام كلها حمام مكشر راسه بتاعي بطلعهم. هسه ان شاء الله راح ناخذ جوله على الجواز بشكل عام، وراح نفرجيكم الجوز الجديد وتعطونا رايكم فيه. خليكم معنا وتابعوا المقطع للاخر. خليك معنا اخوان. هي زي ما انتم شايفين طلعوا ما شاء الله، هون بلش لكم. هي اول جوز هون، العمريات الحمراء، الاحمر العمر الاحمر على العمريه الزرقاء. طبعا يا اخوان هون الطيره على وجه بيض ان شاء الله، هي يعني قربت تبيض. طيب عندكم اليهوديات يا اخوان، اليهوديات زي ما انتم شايفين ما شاء الله، الله يبارك. اليهوديات السود طبعا هيهم بيضات تحتيهم بيض. طبعا الجوز ما شاء الله زي ما انتم شايفين، الله يبارك يا رب. طبعا يا اخوان شايفين اليوم انتم كيف الهواء يعني قوي جدا. طيب هون يا اخوان عندنا بسم الله، هون عندنا المغبر على المغبراي. طبعا المغبراي برضو على وجه بيض ان شاء الله، يعني قربت تبيض، يعني انا شايفها ذيك اليوم مسكتها قربت تبيض. عندكم هون اليهوديات الزرق يا اخوان، يعني لسه هينا بنستنى ان شاء الله، يعني ربنا ان شاء الله يطعمنا منهم فراخ جميله وحلوه. الكشاكشه برضو يا اخوان هيهم لسه، هاي مستناهم ان شاء الله. الزرزراي على الكشكي الاسود. طبعا يا اخوان هسه راح افرجيكم الجوز، شو الجوز اللي جبناهم جديد. سكر شو نسكر بقى. طبعا هاي الجوز يا اخوان الله يبارك، هاي جوز المسويد اللي جبناهم يا اخوان. طبعا طلع ما شاء الله، هاي الفحل مش راضي يبين هو، طلع الطيرة هاي ما شاء الله يا اخوان. طبعا اخوان عشرهم 8 ب 8 الفحل والطيرة. شوف اياهم هيك على القريب، الله ما شاء الله. طبعا جوز يعني اخذناهم لله الحمد شغالات. طبعا هذول يا اخوان اهداء من اخونا ياسر متابع بالقناة، يعني كل الاحترام له والشكر والتقدير. طبعا يا اخوان يوم الجوز طلع ما شاء الله، اعطونا رايكم يا اخوان بالجوز. طبعا هذا اللي هون اول شيء هون الفحل، وهي الطيره اللي ورا زي ما انتم شايفين، يعني جوز الله يبارك لنا ان شاء الله يا اخوان ونشوف خيرهم بإذن الله، ونطلع منهم إخوان فراخ للكش. طبعا يا إخوان نكملكم، في عندكم هون
بواز الحمر برضو لسه نستنى ان شاء الله خيرهم. هاي المسويد يا اخوان، هاي المسويد ما شاء الله، الله يبارك يا اخوان. هاي المسويد ترى الحمام كيف فزت، شايفين؟ طبعا اخوان الحمام فزت بدون ما حدا يعمل معها اشي. هاي البواز الحمر ان شاء الله بنستنى، وهي المسويد زي ما انتم شايفين. بسم الله. طيب هون يا اخوان التكالجي زي ما انتم شايفين، هاي التكلجية وهي الفحل. طبعا يا اخوان الفحل شوي تعبان، حاطط له دواء. هاي الطيرة بالوجه، طبعا الطيرة ان شاء الله برضو يعني هاي مجربة والفراخ مفيش منها خوف. طيب عندكم برضو يا اخوان هاي هون شوف مزاورات الصفر، هاي المزاورات الصفر ان شاء الله برضو على وجه شغل يعني باذن الله، يعني الطيرة برضو مضمون ان شاء الله وام فراخ وعارفينها. هون يا اخوان هاي المزور الاصفر هون، هيو البلاطة على الحمرة المدقدقة، هيو برضو نفس الشيء باذن الله نشوف شو يطلعوا لنا. هون يا اخوان المزوره هاي ام الفراخ، طبعا هذا تبيض يعني هاي موسعة على الاخر، هاي على الفحل البزر البلدية اللي صدناه، هذا الفحل اللي انصاد يا اخوان. ايوه هون الجوز المزورات الصفر الاصفر على الحمراء، وهون ايوه ما شاء الله هاي الجوز. طبعا هو برضه يا اخوان المراسلة هون، المراسلة برضه نفس الشيء اخوان، هي بذرة كش بالراس الاول اشي فظيع. طبعا يا اخوان هذول اخذنا منهم فراخ قبل هيك، ويعني ما شاء الله يعني هذول بذرة كش اشي مرتب. وهون برضه المراسليات نفس الشيء. طبعا هون في عندكم برضه اللهورات ما فرجيتكم اياهم، ان شاء الله بنستنى خيرهم. بطل يفتح الباب مع الصيام، بطل يفتح يا اخوان، بطل في الواحد حيل. برضو هاي اللهورات ان شاء الله هي زي ما انتم شايفين، يعني باذن الله. طبعا يا اخوان احنا لسه مش وصلناش فترة طويلة، يعني ما صلنا فترة طويلة مجمعين الجواز، فمشان هيك يعني لسه هاي الجواز كلها الله يبارك لنا ولكم. طبعا هاي الفحل قام، وهي الطيرة قاعدة على البيض هون محله. طبعا ان شاء الله من هون الاسبوع الجاي بكون يا اخوان اغلب الجواز بيضات ان شاء الله. طبعا يا اخوان خليكم معاي هسه، راح افرجيكم صيد امبارح، راح نفرجيكم هسه شو صيد امبارح، هسه راح نفرجيكم اياه، خليكم معاي. هو طير مش معروف له نوع، يعني اكتبوا لنا شو بالتعليقات شو حيطلع معكم النوع تاعه، خليكم معنا هسه راح افرجيكم يا اخوان. هي صيد امبارح، طبعا الطير هيو بيدي، طلع ما شاء الله على كذا، طلع طلع الله يبارك. هي الطير طلع يا اخوان، طبعا طلع طلع يا اخوان ثوب الطير كيف جاي من فوق، اهدى طلع طلعوا طلع الكاميرا واضحه، خليكم طلع ثوب الطير من فوق، ديلو غامق جاي، طلع طلع كيف ديلو جاي غامق، جاي الطير عينه بيضة، اي ولك ايه هذولك امسكه، طلع يا اخوان عينه بيضة، طلع يعني لا هو منمر، طلع من تحت كيف، لا هو منمر يا اخوان ولا هو مزهور ولا بتعرف له نوعاي من التركيبات والتضريبات. طبعا يا اخوان هذا كان صيد امبارح زي ما انتم شايفين الله يبارك. هسه راح نرجع على الخشيه ونفرجيكم حمام الكش باذن الله، خليكم معي. طلعنا الراس الاول مع الراس الثاني كله مع بعض، يا سلام. طبعا ايش يا اخوان الفكره؟ انه الراس الاول ما طار والراس الثاني برضه ما طار، يعني هسه هدي الورد البرد شوي، مش البرد الهواء، يا الله الهوا شوي، فطلعناهم مع بعض. طلعوا يا اخوان كيف طايرين، عشان الراس الاول بشوفش الراس الثاني، طلع طلع هي الراس الاول وهي الراس الثاني، شفتوا كيف قاطعين مع بعض يا اخوان، كل واحد قطعه، لانه الراس الاول ما بشوف الراس الثاني، طلع طلع كيف، يعني حتى طيرانهم مش لا مع بعض مبينين، يعني هم بشوفوش بعض غير على البرمه ابدا، يعني على البرمه بشوفوا بعض، اما يسوقوا طلع
بش. هاي الناس يوم يخلطوا بالحارة هم لأنه الأمانة بسوقه. بس أنتوا بتعرفوا يا إخوان ممشى الراس الأول هيك، ممشى الراس الثاني هيك، يعني هاي الفكرة إنه إشي بيصير يزيح عالشمال وإشي بيزيح على ورا. هسا طلع والله هاي الحمام كلها ما شاء الله طالعة وشادة حيلها. بتخلط ايش هو؟ هاي الحمام كلها يا اخوان طلع ماشي، يا تخلط يا تمشي، هاي كلها بتمشي قاعدة. يا اخوان زي ما انتم شايفين احنا شو بنعمل، قاعدين بنطلع فحولة الزق. طبعا يا اخوان فحولة الزق لازم تطلع زي هيك زي ما انتم شايفين. طبعا هاي الحمام حطت. طبعا احنا يا اخوان الجوايا حلو مرتب، هاي الفحل اللي طلعناه المراس ليطار. طبعا يا اخوان انت لما تطلع فحل الزق ليش هذا الاشي مفيد؟ هاي المزهور شوف علي، الفحل اذا بيضلوا يا اخوان جوا الجن ما بيطلع ما بتحرك، هاي المغبر كمان طلع ما بتحرك، هذا بيعمل عنده بشحم الفحل، ببطل يعرف يكبس الفحل، بيأثر عليه كليا. ما بينفع جواز الزق انك انت ضالك دائما حاشرهم، لازم كل يوم تنشرهم بما يقارب ساعة. اذا كان الجو حلو الشمسات حلوة بدك تطلعهم بما يقارب ساعة تنشرهم. هاي البوز الاحمر كمان طلع، بحيث يا اخوان هذا الحكي مفيد جدا للفحول وللحمام. هاي اللهور طلع، هاي اللهور طلع، مفيد جدا للحمام بشكل عام. هاي المسويد يا اخوان، هاي اللهورات، هاي التكلجي، هاي الكشاكشة، المراس اللي طلع، البوز العمري طلع، هاي العمري الاحمر، هاي المراس الاحمر عندكم، هاي البوز كمان هيو بيهوج، هاي اليهودي الازرق طلع، هاي اليهودية وراه، شايفين يا اخوان كيف؟ طبعا هون حنطلع الفحل بس لانه الطيرة قاعدة على البيض، الطيرة قاعدة على البيض، هاي كله قاعد طوقع، هاي المزهور كمان طلع. يعني يا اخوان هذا الاشي جدا مفيد زي ما حكينا لكم، انك تطلع الحمام ما بينفع تضلك حاشرها وبالجنون وما يطلعوا بتاتا، لا لازم تضلك مطلعهم. هيا هاي المراس اللي كمان طلع هون، شايفين كيف؟ هاي كلياتهم. طبعا يا اخوان ايش هون؟ هيا هات نشوف، طلع ما شاء الله. هذا يا اخوان الفحل شو اللي صدناه، اللي صدناه قبل ايش كم يوم، هذا فحل المزهور اللي صدناه تقريبا قبل اسبوع، هاي زقناه وهيو زي ما انتم شايفين. طبعا طيرته فرجتكم اياها بالاول بدها تبيض، هيها زي ما انتم شايفين هي قاعده، الله العليم هي باضت، هي لسه الطيره بدها تبيض، وهي الفحل مطلعينه لبرا. طبعا هيك طلعنا جواز الزق كلها. طبعا يا اخوان برضو هذا شايفين زي ما انتم شايفين اللي صدناه تبارك الرحمن، برضو نفس الشيء، هاي افلتناه. طبعا هو يا اخوان هذا شو اخذ ايش؟ انا بقول لكم اخذ النواريه اللي صدناها السوداء وهي انكشت، طلع كل الحمام انكشت، طلع ما شاء الله يا اخوان، هيا كلياتها مع بعض، الراس الاول، الراس الثاني، فحولة الزق. والله جديد قديم كله، شايفين كيف يا اخوان؟ هاي الشغل الصح ولا تاب. يا اخوان المزاورة هذيك اليوم نزلت حلقة الصيد. الاصفر برضه هي شايفينه؟ هذيك اليوم برضه نزلنا حلقة الصيد. يعني في طيرين ثلاثة فيها صيدهم جديد، هاي يوم بطيروا بالحمام. هاي زي ما شايفين هاي المزاور حط، هاي ما شاء الله بيهوج. هاي الاصفر، هاي ما شاء الله. هاي هون الشباب الطيبة على الأرض. هاي هون برضه هاي المراسلي اللي بالزق طلع. هاي المراسلي الثاني كمان طاير مبسوطين هيهم هيهم. هاي الحمام كلياتها طلع ما شاء الله يا اخوان. باذن الله راح نعمل لكم حلقه تفصيليه كامله عن الامور كلها. طلع يا اخوان اللي كان ذاكر اول ما بلشنا كان ما عندناش شيء اصفر كثير، طلع مزاور اصفر ما شاء الله، بربريسي اصفر، هون الاصفر الصيد الله يطرح البركه طلع ما شاء الله، الحبه محلاها، الشخشالي الاصفر، مسود المكابي الاصفر،
حتى الحمر يا اخوان طلع 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 طلع, طلع. قاعد ايش بلحق بلحق بالمزهور تاع الراس الاول. طلع هذا الزق اللي صدناه بلحق بالراس الاول. طلع طلع طلع, طلع. بلحق فيه قاعد طلع. فكروا الطيره تاعته طلع ما شاء الله يا اخوان طلع. الله يبارك. طلع 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 لسه يا اخوان ان شاء الله بنفسكم معانا باذن الله الموضوع راح يصير احلى واحلى. كيف يا اخوان ان شاء الله بس نطلع فوج الفراخ راح نفرجيكم كيف ان شاء الله الكش على اصوله والطيور كاملة كاملة ان شاء الله. الاعداد هاي باذن الله راح تزيد ان شاء الله يا اخوان والامور راح تكون طيبة باذن الله. زي ما انتم شايفين هاي الحمام كلها طلع يا اخوان ما شاء الله. هي طايرة طبعا اليوم. حلو الموضوع انه كان في هواء قوي كثير اول اشي هسه يعني الحمد لله خف الهواء يعني صارت الامور احسن. طبعا يا اخوان الحمام كلها حطت اليوم ما شاء الله طلع الله يطرح البركة. طبعا يا اخوان الجزء اللي مسويت برا اعطينا رأيكم بالحمام كلها بشكل عام. وهيك ان شاء الله يا اخوان بنكون وصلنا لنهاية المقطع. ان شاء الله ان يكون المقطع عجبكم. لا تنسونا من دعمكم ويعطيكم الف 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 عافية يا اخوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنشوفكم على خير. صياما مقبولا وافطارا شهيا. يعني ان شاء الله هسه راح يبلش الاذان. ضايل الاذان تقريبا 10 دقائق راح ننزل نفطر. وان شاء الله يعطيكم الف عافية يا اخوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.